بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بتاريخ إن شاء الله رب العالمين 4/1/2022. أهلا وسهلا بمحبي ومشاهد قناة سوق بلدنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، من داخل مصر ومن خارج مصر. أيكم حياة طيبة من داخل مزرعة الحاج حسن أبو الحاج النوفية جوسنا قرية عرب أبو ذكري. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، العرض المقدم من الحاج حسن ابو الحاج. خلينا نشوف كل حاجه دلوقتي، خليك معانا للنهايه وخليك معانا للاخر. الله يصلي عليك والصلاه على سيدنا النبي. السلام عليكم يا عم حسن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو عمر؟ حبيبي يا عم حسن، اخبارك يا عم؟ يا مرحبا، انت منور النهارده الدنيا بحاله والله يا ابو عمر. ربنا يبارك لك يا عم حسن، المزرعه كلها نورت يا سعاده الباشا. حبيبي يا عم حسن، ربنا يديك الصحه يا باشا. النهارده جاب الصلاه حضرتك. النهارده محضر لك بقره والده ابنها ما شاء الله تبارك الله اهو، وعشر ثلاثه وما شاء الله فيها الخير. عشر ثلاثة؟ عشر ثلاثة والدة. الصلاة على حضرة النبي، يعني عشر ثلاثة ولبن زي ما انتم شايفين يا جماعة، بحر اللبن اهو. بسم الله ما شاء الله. والدة ابن ست شهور، ابن خمس شهور إلى ست شهور. ابن خمسة، من خمسة إلى ستة. بسم الله ما شاء الله. وراها الصلاة على حضرة النبي يا جماعة، ذكر اهو. وراها يا باشا اهو، ربنا يبارك في صاحب النصيب خالد براون من الدرجة الأولى. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طب ورقم التاني يا عم حسن، أنا العرض الثاني يا ابو عمر ان شاء الله قفله طري تمام، لبنه فيها ان شاء الله باذن الله، يعني لبنه 12 و12. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والثالثه؟ والثالثه لبنه برضو عندي. احنا نفرج المشاهدين واحده واحده يا ابو عمر. تمام يا عم حسن. انا بقول للمشاهدين اولا كل سنه وانتم طيبين بالعام الجديد. النهارده 4/1/2022، وبقول لكل المشاهدين كل اسمعنا اقول له كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طبعا. واحلى مشاهدين سوق بلدنا على اليوتيوب انا بحييهم وبقول لهم كل عام وانتم طيبين، واللي يشوف الفيديو ده عايزين فيه الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واطلب منكم طلب يا مشاهدين، بقول لكم كل عام وانتم بخير وعبال الف سنه يا رب العالمين. عايز لايك واشتراك للقناه والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول هام يا ابو عمر، انا هنجيب لك البقره واحده واحده كده عشان المشاهدين يتمتعوا معانا. حل يا عم ابراهيم، حل ابن عم ابراهيم، حل الباشا ده يا عم ابراهيم. الصلاه على سيدنا النبي يا جماعه. ورا باشا اهو، يعني ورا عجل جاهز يا جماعه اهوت، جاهز للعلف، عجل جاهز للعلف على طول اهو. بالصلاه على حضره النبي، بيم جاهز اهو. سوا طيب اهو، بسم الله ما شاء الله. والده وعشر، بسم الله ما شاء الله، يعني عشر ثلاثه ولبن. اللبن من كام لكام يا عم حسن؟ يا ابو عمر بمشيئة الرحمن الرحيم 24 كيلو، 24 هسلمه لاي حد على الميزان. تمام. وعشر ثلاثة نضيف وطالع ان شاء الله في الرابع. تمام يا باشا. عشر ثلاثة وراها ذكر اهو، فرع ابن خمس شهور. السلام على سيدنا النبي. ذكر اهو، وراها اسطورة اهي. العلف جاهز، العلف على طول. السلام على سيدنا النبي. وعشر ثلاثة يا ابو عمر وطالع ان شاء الله. سمعونا الصلاه لحضره النبي يا جماعه. الجمهور كده يا ابو عمر، سمعونا الصلاه لحضره النبي كده بالله عليكم. بسم الله ما شاء الله، مال طيب اهو عند الحاج حسن ابو الحاج. النهارده مديك عشر، النهارده بسم الله ما شاء الله، يعني لبن واسع وعشر وراه ذكر. بسم الله ما شاء الله، وراه فيل يا جماعه، وراه دار فيل اهو. ياكل بيرضع يا باشا. السلام. بس ده يا عم حسن يتفطم عادي. دي يتفطم بيرضع وياكل يا ابو عمر. يعني ده يتفطم النهارده. اللي عايز يفطم يفطم، واللي عايز ياكل ياكل برضه براحته. يعني بس بسم الله ما شاء الله، يعني الخلف بتأسس، ربنا يبارك. ربنا يحميها وفي الاخر ما فيش منها شاب ابراهيم من العالي. يا ابو عمر اهو، البيت ده عندك اسمر جامد فيه. وانا بقول للمشاهدين البيت الاسمر ده يا ابو عمر بيبقى جامد فيه. انا اعرف برضو كل مشاهد، الناس طبعا عارفه البز الاسمر ده جمسي. السلام على حضرتك. اللي عايز ياكل منها قشطه ياكل، اللي يشرب منها يشرب. لبن جمسي قسما بالله، شاب براون من العالي. السلام على حضرتك. وده الثالث اللي في الطاقه. تمام. لسه قافله جديد، قافله طري. بسم الله ما شاء الله. وده الموسم الثالث اللي في بطنها ان شاء الله. السلام على حضرتك. بسم الله ما شاء الله يا رب. النبي حاجة تبارك الله. فتح يا ابني كده بصوا على حضرة النبي. صلى على سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعشر ثلاثة ووراها الباشا ده، وربنا يبارك لصاحب النصيب. واللبن 12 و12 زي ما الحاج حسن والحاج قال. والاربع حلبات يا جماعة هم برضه. 40 كيلو يا ابو عمر. انا بقول لك عشر ثلاثة نضيف. تمام؟ تمام يا عم حسن. عشر ثلاثة نضيف.
بسم الله ما شاء الله. وطلع في الرابع. انا بقول شيء مؤاخذه فيها 40 كيلو. ويقلب بسم الله الرحمن الرحيم في العلف اهو. تمام برضه عايز يقلب يقلب عايز يرضع يرضع. تمام يا عم حسن. تمنها ببلاش يا ابو عمر. توكل على الله يا عم حسن. بحق شاب فاضي والله يا ابو عمر. قول يا عم حسن توكل على الله. ب 43200 يا ابو عمر. 43000. 43200 يا ابو عمر. ما شاء الله. 3 وفيها 24 كيلو لبن. وراها عجل بسم الله تبارك الله ابن 5 شهور. السلام حضرتك. ربنا يبارك فيه. ده ان شاء الله 3 4 شهور بتمنها بامر الله. باذن الله رب العالمين. نعم. 3 4 شهور. ما يكملش 5 6 شهور يجيب حق ايه الشاب ان شاء الله. صلى الله سيدنا النبي. تبارك الخلاق بسم الله الرحمن الرحيم والاكل بتاعه. ياكل في العلف اهو في التبن الله اكبر بسم الله ما شاء الله. يعني اكل رضع قلت من بكره عادي تاخد من نشوه اللبن عادي. واستلم قشطه. والبس اسمر جامس يا ابو عمر اهو. اهو يا ابو عمر. بسم الله ما شاء الله. صلي على طه كده. اللهم صل وسلم على سيدنا. صلي على سيدنا النبي كده. الله اكبر. صلي على سيدنا النبي. ارفعهم يا جماعه. ما شاء الله. الجموش ده ضر اهو. بسم الله ما شاء الله. هات اللي بعد عم ابراهيم. طلع عم ابراهيم. الصلاه على حضره النبي. ربنا يبارك في صاحب النصيب. والثاني يا ابو عمر اهي بقدم لك شاب لبنه. تمام قافله لسه جديد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مشرفين يا رجاله. وفيها برضو يا ابو عمر صاحبها حلف بدون رب فيها تلقيح 20 يوم. اسمع عم ابراهيم كده. سعاده الباشا. طيب يا مدير. فيها تلقيح 20 يوم. اسمع عم ابراهيم كده. فيها تلقيح 20 يوم يا ابو عمر. اسحب عم ابراهيم كده. ربنا يبارك. يا سواحك. هاك عم ابراهيم. اصحابه يا رب. سعاده الباشا. جارنا غزال. جارنا جارنا غزال. بسم الله ما شاء الله طيب اهو من الفواخر. فتح عم ابراهيم كده على توكل الله. واللبن يا عم حسن هنا كام وكام؟ اللبن هنا يا ابو عمر ان شاء الله باذن الله 10 و10. تمام 10 و10 على الميزان بس. وفيها تلقيح 20 يوم. تمام على ذمه صاحبها بس احنا هنبيع على فاضي. تمام رزق اللي ياخدها. تمام تعال فتح عم حسن خلينا نشوف. وبعدين هي بارخص الاسعار بحق عجله فاضي ما شاء الله. رزق عندك اهو. اللعبه ايه؟ واحد لو صلى على النبي وامرت الدنيا عايز صغير يقعد تحتها. اللي بعده يا عم ابراهيم. والبز عندك اسمر جمس يا ابو عمر اهي. وانا بحيي كل المشاهدين وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين ونسبه السنه الجديده. ربنا يبارك لك يا عم حسن. بس يا باشا شوف اخر النهارده خلاص. السلام لحضرتنا احنا فيها مفتوحه يا جماعه. شوف بتاع البهام دي صلى على سيدنا النبي دي. بس عم ابراهيم مش في الضرب وعم ابراهيم عايزك بس. اسم الله بسم الله. بسم الله ما شاء الله. اربعه يا جماعه اربع حلبات اهوت. لا بز خفيف ولا بز ناقص ولا بز شالل. وده يا جماعه الحلب بتاعها اهوت برده. صلى على طه يا عم احمد. عم ابراهيم السلام على سيدنا النبي شفنا يا جماعه لبن بسم الله ما شاء الله. صباح يا باشا. السلام على حضرتنا. والثمن كام يا عم حسن انت بتقول؟ الثمن هنا يا ابو عمر ببلاش. السلام على سيدنا النبي. اسحب يا ابني كام مره يا ابني لو سمحت. اسحب عم ابراهيم تاني. اسحبوا قدام المشاهدين خليهم يتفرجوا كده ويتمتعوا. صلى على طه كده يا ابو عمر. فتح المشاهدين عم ابراهيم. الله صلى على سيدنا النبي كده. صلى على سيدنا النبي العلم الحلو. عشان التسعه والبركه. 20 يوم اللي فيها فتح حمرا في قلبك. بسم الله ما شاء الله. افتح السنجه يا عم ابراهيم. افتح السنجه يا ابراهيم. افتح السنجه يا باشا كده. افتح السنه يا باشا كده. ماشي لسه الخنصر ما طلعش بالصلاه على النبي. لسه الخنصر بسواه يا جماعه لسه ما سواش. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في صاحب النصيب. اشكر الله. اتفضل يا ابني. الصلاه على النبي. اجل تصليه والعظم. كده يا ابو عمر نشاهد الفيديو صلى على حضره النبي. صلى على طه كده. يبقى معانا الشابه دي يا ابو عمر. تمام. فيها تلقيح 20 على ذمه صاحبها. تمام. تمام وجيب 10 على 10 بمشيئة الرحمن الرحيم. السعر ده ببلاش يا ابو عمر. توكل على الله يا محمد. ده الثانية السعر بتاعها ببلاش. دي لبنة. وريني يا محمد قماش الضرب عايزنا قماش الضرب. قماش الضرب يا ابو عمر اهي. وريني قماش كمان. ده فيها فيه كله يا ابو عمر اهي. حلو قماش الضرب. اهي يا جماعة قماش. والثانية اهي يا ابو عمر. والسعر يا عم حسن. السعر هنا ببلاش يا ابو عمر. توكل على الله يا محمد. السعر هنا يا ابو عمر ما بقولش انا ب 35000 ولا بأي حاجة. أنا عارضها عشان مشاهديني ومحبيني ب 30000. بس عشان خاطرك يا ابو عمر انت راجل محترم وجايني مصورته باخر الدنيا ونورت المزرعه بحالها يا ابو عمر. انا احسبها لك ب 27500 يا ابو عمر. 27000 27 ونص يا ابو عمر. تمام يا باشا. بسم الله ما شاء الله يا جماعه زي ما انتم شايفين تبارك الخلاق ما شاء الله عليه حاجه من المال الطيبه اهوت. تمام 27500. معانا يا عم حسن. معانا هنا يا ابو عمر شاب لبن اهي. تمام قفله برضو قفله جديد لسه طري. تمام اهي يا ابو عمر بسم الله تبارك الخلاق عليها
شابة متعة. بس انت مش انت مفيش حتى فينا في وجبة حلبة بقى. والله احنا حلبنا لسه يا ابو عمر في اذان الظهر. قسما بالله معلوم في اذان الظهر. وهي بتحلب ان شاء الله يا ابو عمر 8 و8 برضه. مش هنقول 15 ولا 20 في الطرح. احنا بنقول يا جماعة 8 و8. الصلاة على حضرتك. وفيها تلقيح 25 وابو عمر. ان شاء الله بنشتري. ما شاء الله. محلوبة يا جماعة زي ما انتم شايفين. شابة محلوبة. تمام يا عم حسن. طعم امبريه مكسر امبريه. وانا يا ابو عمر سعرها حلو يعني ببلاش. السلام سيدنا ابونا عم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الرحمن الرحيم. ببلاش والله يا ابو عمر. الشابه دي يا ابو عمر ببلاش والله. توقع على عم حسن كام؟ ب 24700 يا ابو عمر. 24000 وكام؟ 24700. واللبن؟ تحلب 8 و8 وادالك على الميزان يا ابو عمر. 8 و8 على الميزان. اه وصاحبها حلب بدينه وربه. فيها تلقيح 25 يوم بس انا هبيع على فاضي. توقع على الله. اسحب كام امبريه؟ توقع على الله. واحد وصلى على كتف النبي. لا يا ابو عمر ما شاء الله. الشباب اللي على كيفك يا ابو عمر لسه يا ابو عمر لسه يا ابو عمر. الصلاه على سيدنا. تعال عمرو كده. بس يا باشا. الصلاه حضرت لنا تفاحه اهي. والجار نقرع. الصلاه على النبي. انت حسين جامرين. شابه موزه يا جماعه. وبرده كمان خنزير انا لسه ما سواش اهو. خمسة لسه ما طلعش كمان. بسم الله ما شاء الله. روت عم رايح. وبعدين يا ابو عمر اقول لك على حاجه برضه. صلى على النبي. اللي عايز حاجه برضه تحت اشار بص هنا في فيديوك برضه فرق المشاهدين. اللي عايز حاجه تحت اشار عايز حاجه اشار انا تحت امر واذنه. اللي عايز اي بقره والده برضه موجوده كل حاجه بامر الله. نعم بالله. بس تمام كم عم حسن تقول؟ 24700 يا ابو عمر. 24000 بسم الله ما شاء الله يا جماعه زي ما انتم شايفين. شاب تريلا تريلا. معانا واحدة يا ابو عمر خام ايه التاني اللي في بطنها ان شاء الله تاني موسم اللي في بطنها ده عشرة يا ابو عمر ستة نضاف وطالعة في السابع ستة نضيف اسلمة وطالعة في السابع شفت برضه يا جماعة فرد براون ايت ستة نضيف وطالعة يا ابو عمر براون خليط من العالي اظن حسن دي مجففة يا عم حسن دي مجففة يا ابو عمر عشرة ستة نضاف وطالعة في السابع يا ابو عمر بسم الله ما شاء الله صراحة حضرتك من زمان شايفين يا جماعة. شباب الملك طيب اهو. الريح والعظم والنظام. اللهم صل على سيدنا. تلات شهور ست مباراة ان شاء الله. ستة نضيف طلع من حسن. صل على حضرة النبي يا ابو عمر. السابع تمام. وراح حسن. قدم الشاب دي بكام يا ابو عمر؟ وراح حسن شلش الدرجة من ورا. شلش يا ابو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بعد ما ولد وبالذات في غلطة برضه يا ابو عمر بعد ما تولد بتاعتي يا ابو عمر. البيزي لو في غلطة بعد الولادة بتاعتي انا اربع حلبات يا جماعه امت الشاب ده متجففه فتح منه قلب الزمرين فتح منه قلب الزمرين معزز فتح برضه عشان المشاهد برضه اللي يبقى جاي على ايه برضه فاهمني يا باشا البز اللي فيه غلطه بعد ما تولد بتاعتي يا ابو عمر اتحاسب في كل بز فيه غلطه ب 10000 بسم الله ما شاء الله السلام عليكم عشرة يا حسن تقول؟ اه عشرة ستة نضيف يا ابو عمر وطالعة في السابع مجففة؟ نعم يعني انت منشفة؟ لا مجففة يا ابو عمر ناشفة يا ابو عمر بسم الله ما شاء ستة نضيف وطالعة ما شاء الله في السابع والتمن يا باشا والتمن هنا ببلاش انا بضرب الاسعار يا ابو عمر اقسم بالله العظيم بضرب الاسعار وبارخص الاسعار الشابة دي يا ابو عمر بقدمها ب 23800 23800 يا ابو عمر بسم الله ما شاء الله عشر ستة نضاف يا ابو عمر ليش يا شباب كنت عدل عزم ابراهيم عشر ستة نضاف يا ابو عمر شال على السابع وانا يا ابو عمر مش هقدمها لك ب 27 ولا ب 28 يبقى العرض النهارده عباره عن ثلاثة فيهم عشر بسم الله ما شاء الله اول باب يا ابو عمر السلام حضرتك نفسنا يا جماعه اللي عايز اي عجل عشار تحت عشار عندي موجود من الالف للياء بامر الله في المزرعه هنا موجود عند الحاج حسن ابو حاج وانا بقول للمشاهدين كلها كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العام الجديد وبحييهم وبقول لهم كل عام وانتم طيبين وبخير يا رب السنه الجايه كلكم تكونوا بزياده معانا وانتم اي حد هيجينا على راسنا من فوق يا ابو عمر ان شاء الله المكان هنا وسنا قريه عرب ابو ذكري رقم تليفون الحاج حسن ابو الحاج 010-22-84-72-46 يا ابو عمر المكان هنا المنوفيه الف سلامه يا ابو عمر السلام عليكم شكرا لك عم حسن شكرا شكرا لك عم حسن بسم الله ما شاء الله تبارك الله ربنا يبارك للحاج حسن ابو الحاج يا ابو عمر قبل الضيوف برضه اهوت بسم الله ما شاء الله اللي عايز يعني والد عشر كل حاجه موجوده هنا باذن الله رب العالمين
تحت عشر موجود بإذن الله، ولد موجود، عشر ولبن موجود تحت عشر برضو موجود يا جماعة إن شاء الله رب العالمين. كل حاجة موجودة هنا وموجودة عند الحاج حسن. المكان بإذن الله المنوفية وسنا قرية عرب أبو ذكري. طبعا كل اللي أنت عايزه هنا تلاقيه. الصلاة على حضرة النبي زي ما أنتم شايفين من تحت عشر لعشر من قبل غسلوك هنا تلاقيه بإذن الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عجات فيها القاح، عجات عشر تحت عشر موجود، كل اللي أنت عايزه. سلالات عالية بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يبارك في صاحب النصيب. انتظرونا في أقوى عروض، أقوى عروض، المفاجآت، المفاجآت عند الحاج حسن أبو الحاج النوفية بوسنة قرية عرب أبو ذكري. كل اللي أنت عايزه بإذن الله رب العالمين هتلاقيه. المصداقية والأمان، وربنا يزيد يا رب ويكثر من الخير. مال طيب زي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله، من والد لعشار لكل اللي أنت عايزه هتلاقيه عند المعلم حسن أبو الحاج. المكان إن شاء الله المنوفية بوسنة قرية عرب أبو ذكري. كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك ويصلي على سيدنا النبي. المكان باذن الله المنوفيه وسط قريه عرب ابو ذكري الحاج حسن ابو الحاج. انتظرونا في اقوى عروض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اتفضل يا عم. اتفضل يا باشا. السلام على سيدنا النبي. انت مين يا عم الحاج بس عشان نطلعك معانا؟ ممكن بص كده في وشك كده. والنبي ابو عمر تظهر معانا يا باشا على سوق بلدنا ولا؟ السلام عليكم سعاده الباشا. اهلا بك يا غالي. استنى يا باشا. المحل يا باشا. على راسنا يا عم الحاج. المحل جيت انا قبل كده ولا اول مره تيجي عند الحاج؟ اول مره. على دماغنا سعاده الباشا. عمك رضا اللي جه قبل كده مره اهو ويكلمك. السلام عليكم يا عم رضا. على راسي يا ابو عمر. اهلا بك يا عم رضا. ابو عمر. اخبارك يا مدير؟ الله يديك الصحه يا عم رضا. حبيبي انت. من حته يا عم رضا انت؟ محلك كبرى ان شاء الله. انت جيت انا قبل كده يا عم رضا؟ ايوه يا باشا. طب انت شايف التعامل مع الحاج حسن ايه؟ في امان ولا؟ في ناس على وش الارض يابا وناس محترمه وناس قد الدنيا يا حاج. ربنا يبارك لك يا سعاده الباشا. ربنا يبارك لك يا عم حبيبي. اتفضل يا باشا. اتفضل يا عم. اهلا بك يا باشا. اتفضل يا عم. اتفضل يا باشا. اتفضل يا عم رضا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين الخير كله هنا بالصلاه على حضره النبي عند الحاج حسن ابو الحاج. لازم تعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناه علشان تشوف كل عروضه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يبارك في صاحب النصيب حبيبي يا ابو عمر. عم حماده احلى مسا عليك يا ريس. اخبارك يا مدير؟ المسا الحلوه دي برضو معانا مشرفينا من اشمون. من اشمون يا عم ولا من فين؟ الراجل ده انت بعنا انت من زمان وده يشتري النهارده مخصوص على دماغنا يا سعد الباشا. تظهر معانا مش هسوق بلدنا ان شاء الله؟ حبيبي ابو عمر. تظهر معانا القناه يعني؟ اه على دماغنا نعرض نذيع يعني ما يهمكش؟ نذيع يا ريس على دماغنا. بس انت لو شفت الفيديو ده اوعى تنسى اللايك بس. ماشي يا على دماغنا يا مدير. خدتوا واجبكم يا باشا. انت احسن ناس يا ابو عمر. على دماغنا يا سعاده الباشا. اهلا بك يا باشا. على راسنا يا باشا. باشا عم حماد شكرا لك يا عم حماد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين كل حاجه قدامكم. وربنا يبارك في صاحب النصيب. انتظرونا في اقوى عروض. المفاجآت، المفاجآت من داخل مزرعة الحاج حسن أبو الحاج. كل اللي أنت عايزه هتلاقيه عشار تحت عشار بأحسن الأسعار. وربنا يبارك في صاحب النصيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يبارك ويزيد المال أصحابه يا رب. أهو يا جماعة زي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله. هنا كل ما تخش في مكان بسم الله ما شاء الله فيه اللي أنت عايزه هنا موجود. كل حاجة موجودة بإذن الله. منتظرونا في أقوى عروض. المفاجآت، المفاجآت عند الحاج حسن أبو الحاج النوفية. قرية عرب أبو ذكري. التليفونات 010-9-180-4-998-010-22-53-78-4-6. في أقوى عروض. المفاجآت، المفاجآت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.